صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء تعميم بشأن عطلة العيد الوطني المجيد وذكرى تولي جلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم وجاء في التعميم أنه بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين وذكرى تولي جلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم تعطل جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالمملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يومي الأربعاء والخميس الموافقين للسادس عشر و السابع عشر من شهر ديسمبر 2020